بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله. نستكمل سويا مدارسة سورة يونس. هذه السورة التي قلنا إنها تركز على معنى أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى فيه نجاة الدنيا ونجاة الآخرة. وقلنا إن السورة بتذكر بعض القصص التي تؤكد على هذا المعنى، فبتذكر قصة قوم سيدنا يونس الذين آمنوا فأنجاهم الله سبحانه وتعالى ورفع عنهم العذاب، وبتذكر قصة قوم فرعون الذين جاءتهم فرصة الإيمان فأعرضوا عنها، وفي المقابل بتذكر قصة بني إسرائيل الذين آمنوا فبوأهم الله سبحانه وتعالى مبوأ صدق ورزقهم من الطيبات. كنا وقفنا عند حديث القرآن عن بني إسرائيل وكيف كان الإيمان سببا في نجاتهم وسعادتهم في الدنيا بعد المذلة التي لحقتهم على يد فرعون وجنوده. فقال الله سبحانه وتعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل. لما ربنا هنا يقول ولقد، فهو الآن يذكر حقائق، هذه الحقائق وقعت في يوم من الأيام على هذه الأرض وحصلت مع بعض البشر، مما يعني أن هذه الوقائع التي وقعت يمكن أن تتكرر إذا شاء الله سبحانه وتعالى. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، بوأناهم أنزلناهم مبوأ صدق منزلا محمودا ومكانا صالحا يحبونه ويرضونه. هذا المكان هو أرض فلسطين، وذلك بعد وفاة هارون وموسى عليهما السلام، وذلك بعد ظهور ملك طالوت وداود وسليمان. يبقى هذا الإيمان الذي خطوة الإيمان التي اتخذها الأجداد وسار عليها الأولاد بعد ذلك، هذه التضحية التي شهدها الأجداد وسار عليها الأحفاد والأولاد بعد ذلك نفعتهم، فأقام الله سبحانه وتعالى لهم ملكا وأعطاهم الأرض ورزقهم من الطيبات، أي من الرزق الحلال الطيب من خيرات هذه الأرض التي وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها مباركة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهذه أرض مباركة بارك الله سبحانه وتعالى فيها. ولما نقول الأرض مباركة فهذا يعني أنها مبارك زرعها، مبارك أهلها، مباركة الإقامة فيها، يعني كل أنواع المباركة التي يمكن للإنسان أن يتخيلها الإنسان سينال منها نصيبا. والله سبحانه وتعالى يبارك بعض الأراضي كما يبارك بعض الأزمنة، كما يبارك بعض الناس، كما يبارك بعض الأعمال. فالله سبحانه وتعالى بارك في هذه الأرض كما بارك في المدينة، كما بارك في مكة ونحو ذلك. إذن لقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات. لما رزقهم الله سبحانه وتعالى من الطيبات وجاءتهم المرسلين سيدنا موسى سيدنا هارون، الأنبياء المرسلين اللي جم بعد سيدنا موسى وسيدنا هارون وتابعوا دين الله سبحانه وتعالى وكانوا خير أمة أخرجت للناس في هذا الوقت، أو كانوا بتعبير القرآن يعني المفضلين على العالمين وهو فضلكم على العالمين،
ورث من بعدهم أناس لم يكونوا على نفس درجة الصلاح التي كان عليها آباؤهم وأجدادهم، فورثوا الكتاب الذي نزل من عند الله سبحانه وتعالى ولم يعملوا بأحكامه، بل حرفوا دين الله سبحانه وتعالى وغيروا وبدلوا وكذبوا على الله سبحانه وتعالى. فما الذي حصل؟ الذي حصل أنهم هم من بدأ بالتغيير فغير الله سبحانه وتعالى عليهم. فما الذي حصل؟ سلبهم الله سبحانه وتعالى هذه البلدان ونزع منها الخيرات والبركات بسبب فسادهم وإفسادهم وظلمهم وعدوانهم، وعاقبهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا بأن سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب، وسيعاقبهم في الآخرة بعد ذلك نتيجة أو جزاء هذا التحريف وهذا الكذب وهذا التبديل. انظروا في آية واحدة القرآن يصور بني إسرائيل من أقصى درجات الاصطفاء إلى أخص درجات العقوبة، مما يدل على أنه مسألة اصطفاء الله سبحانه وتعالى لأمة من الأمم منوطة بتحقيق الشروط الربانية. هذه الشروط الربانية التي أجملها الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران عندما تحدث عن الأمة الإسلامية أيضا فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه هي الشروط: أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، إيمان بالله. فإذا تحققت هذه الشروط استحقت الأمة في هذا الوقت أن تنال ما وعد الله سبحانه وتعالى، وإذا تخلفت الأمة عن هذه الشروط يبقى هي نزعت خيريتها بأنفسها فيغير الله سبحانه وتعالى عليها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. حتى جاءهم العلم، ما الذي حصل؟ تبع بعضهم ما كان عليه آباؤهم وأسلافهم من التزام أحكام الله، وتبع بعضهم شيطان الإنس أو شياطين الجن، فحصل الاختلاف والافتراق بعد الوحدة. فاختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يعني الله سبحانه وتعالى سيظهر يوم القيامة المحسن والمسيء، فيجازي المحسن بإحسانه ويعاقب المسيء بإساءته. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. طيب، هذه الآيات التي نزلت تتحدث عن بني إسرائيل لا شك أنها لا تهدف إلى مجرد حكاية القصص، وإنما هذه الآيات أولا نزلت في واقع معين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثانيا هذه الآيات تخاطب الناس في كل عصر وفي كل زمان. فما الغرض من ذكر هذه القصة؟ الغرض من ذكر هذه القصة أن يعلم من يقرأها سواء كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في العهود أو في العصور التي ستأتي بعد ذلك، إن الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو سبيل النجاة، وإن الله إذا اصطفاك بإيمانك وطهرك بإيمانك ورفعك على الناس بإيمانك فإنك ينبغي ألا تغتر بهذا الرفع، لأن هذا الرفع وهذا الاصطفاء منوط بتحقق الإيمان فيك. فإذا تخليت عن الإيمان نزع الله سبحانه وتعالى هذه الميزة. فبعد ذلك تتوجه الآيات بالحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن يراد به أمته باعتبار أنه هو أبو المؤمنين، باعتبار أنه أول المسلمين، باعتبار أنه هو الذي سيبلغ الناس. فإذا نسبة الشك في هذه الآية لما ربنا سبحانه وتعالى يقول فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، هذا لا يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك فيما أنزل الله عز وجل عليه، وإنما الخطاب هنا لأمة رسول الله أو لكل من يسمع هذا الخطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، الشك هو الحيرة والتردد مما أنزل الله سبحانه وتعالى في شأن بني إسرائيل، وهذا الخطاب يخص من؟ يخص المؤمنين أو المترددين في الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم من القرشيين أو من العرب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر مجموعة حقائق حول بني إسرائيل، هم يعلمون يقينا أن هذه الحقائق ما كان يمكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمها، لأنه لم يقرأ كتابا قط، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. إذا النبي ذكر قصص، هذه القصص صحيحة 100%. يا من تستمع إلى هذا القرآن، يا من تشك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، اذهب إلى بني إسرائيل وتحقق مما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلم أنه محدث من قبل الله سبحانه وتعالى. فالآية تدعو كل متردد في الإيمان برسول الله أن يذهب إلى أحبار اليهود وإلى علماء اليهود الذين يقرؤون في كتبهم ما هو مكتوب فيها عن موسى وعن بني إسرائيل وفرعون وما حدث مع فرعون وقومه، ليطلعوا هذا الذي يسألهم. اذهب إليهم واسألهم عن كل هذا، فإن وجدت القرآن يتفق مع ما أنزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم عندئذ أن هذا النبي صادق مبلغ من قبل الله سبحانه وتعالى. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق. إذا سألت ستعلم أن الحق قد جاءك، أو إذا لم تسأل وأيقنت أن الله سبحانه وتعالى ما أنزله على رسوله هو الحق، وأن رسوله لا يكذب على الله سبحانه وتعالى، فاعلم وتيقن وتمسك، وأنت لا تحتاج في هذا التمسك أن تتأكد في كل صغيرة وكبيرة عما يوافق أهل الكتاب أو عما يخالف أهل الكتاب. فأنت لا تحتاج إلى شهادة أهل الكتاب فيما جاءك، فاعلم أن الحق قد جاءك. إذن وقد جاءك الحق، يعني اعلم أن الحق قد جاءك، سواء ذهبت لتسأل وتتأكد أو لم تذهب ولم تتأكد، لأن هذا الحق ثابت في نفسه، سواء أدرك الإنسان أنه حق أو لم يدرك الإنسان أنه حق. بالضبط زي الواحد فينا لما يبقى قاعد في أوضة ظلمة والشمس طالعة بره، كوني مش شايف الشمس هذا يعني إن الشمس غير طالعة، لا هي طالعة سواء أنا شفتها أو ما شفتهاش. فهو القرآن يقول لقد جاءك الحق، سواء سألت أهل الكتاب أو لم تسأل، سواء آمنت أو لم تؤمن، سواء شككت أو لم تشك، هذا الحق الثابت. الحق هو الثابت الذي لا جدال في ثبوته وحقيته. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فلا تكونن من الممترين يعني اخرج من حالة الشك وحالة الريب، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. حالة الشك هذه إن استمرت، يعني لازم الإنسان يحسم أموره، فإذا استمر في حالة الشك فهذه الحالة ستؤدي إلى التكذيب. فيقول ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله، أو الشك في حد ذاته نوع من التكذيب، لأن الإيمان لا يسمى إيمانا إلا إذا كان يقينيا. فالاعتقاد أو الإيمان هو التصديق الجازم، فإذا كان التصديق أو الاعتقاد دون الجزم لا يسمى اعتقادا ولا يسمى إيمانا. فحالة الشك هذه هي بعينها حالة حالة التكذيب. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. حالة الشك هي تكذيب، أو حالة الشك تؤدي إلى تكذيب، والمكذبون خاسرون، خاسرون في الدنيا حيث لم يجدوا في الدنيا رسولا هاديا ولا كتابا شافيا، وحيث سيفقدون في الآخرة النجاة
من عذاب الله سبحانه وتعالى، فهم الخاسرون حقا وصدقا. وإن تلهوا عن هذه الخسارة في الدنيا بالانغماس في الشهوات، فهذه الشهوات زائلة، هذه الشهوات لن تستمر كثيرا فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. يأتي هنا السؤال، سؤال القدر. سؤال إيه؟ سؤال القدر. هل من كفر واختار الكفر بعد ثبوت صدق النبي صلى الله عليه وسلم وبعد معرفة الناس بحقية القرآن وبعد معرفة الناس بأن القرآن يوافق ما نزل في التوراة والإنجيل دون أن يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عن طريق معلم، فهل كفر من اختار الكفر حصل بغير إرادة الله سبحانه وتعالى؟ بمعنى آخر، هل يحصل في كون الله شيء يخرج عن مراد الله؟ الآية الآن تجيب عن سؤال الكافرين. ليه المؤمن دايما بيسأل هذا السؤال؟ وليه دايما الآيات القرآنية بتؤكد في أكثر من موطن على أن الله يضل من يشاء، وعلى أن من ضل لم يضل بنفسه، وعلى أن الله سبحانه وتعالى له دخل في هذا الضلال؟ الآيات القرآنية بتؤكد على ذلك، لأنه المؤمن بعد ما تتضح له البراهين، بعد ما بيشوف الدلائل المتنوعة على صحة الإيمان، بيبقى مش قادر يفهم موقف الكافر. يعني واحد زائد واحد يساوي اتنين، ثبت أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول، ثبت أن القرآن حق من عند الله، فخلاص أنا أؤمن. فبالتالي هو موقف الكافر بالنسبة له غير مفهوم، يعني ما الذي جعله يكفر رغم وضوح الدلائل؟ دلائل آيات كونية، ودلائل آيات في نفسه، ودلائل آيات قرآنية، فحاجة عجيبة جدا. الذي لا يدركه المؤمن لأنه مرش بهذه الخبرة والحمد لله، إنه بعض الناس فقط يختار الكفر، يعني هو فقط يريد أن يكفر بكل بساطة. طبعا أنت كمسلم وكمؤمن لا تتصور هذا، لأنك ما تعرفش ده، ما تعرفش نفسية الكافر. الكفر يا أخوانا اختيار، يعني هو فقط إنسان بكل بساطة لا يريد أن يؤمن. المسألة ملهاش علاقة بوضوح الدلائل أو عدم وضوح الدلائل، هو بالنسبة له الكفر بالنسبة له ألذ، الكفر بالنسبة له أحسن، الكفر بالنسبة له يلبي شهوات ورغباته، سواء كانت شهوات جسدية أو شهوات نفسية من كبر وعلو وعدم محبة للخضوع والتذلل إلى الله. فالمؤمن، المؤمنين في العادة لأنهم لا يفهمون نفسية الكافر، فالقرآن في آيات كثيرة جدا بيؤكد على أنه هذا الكافر لم يكفر غصب عن الله، لم يكفر خارج إرادة الله، وإنما هذا الكافر كتب عليه قنطه، عجنته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها اختارت الكفر، وكتب عليه الكفر، وهذا كان معلوما لله سبحانه وتعالى، وهذا كان مكتوبا عند الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. فالمؤمن يطمئن أنه يعني مع إله حكيم يعلم ما يدور في كونه، ويحمد الله على أن فضله بالإيمان، ويحمد الله على أن أنجاه من الكفر، ويعلم فضل الله العظيم عليه وعلى سائر المؤمنين. فيقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، يعني الذين ثبت عليهم حكم الله سبحانه وتعالى. ما هو حكم الله عليهم؟ أنهم معذبون، أنهم هلكة، وهذا العذاب وهذا الهلاك قد يكون في الدنيا، قد يكون في الدنيا زي ما حصل مع بعض الأقوام الذين طلبوا آيات حسية فاستجيب لهم، ورغم الاستجابة لما طلبوه لم يؤمنوا، وجزاء من يطلب آيات حسية من نبي إنه لا بد أن يؤمن، لا يسمح له بعد ذلك، لا يمهل. فلذلك كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيب قومه لآية يطلبونها، وإنما كان يأتيهم بآيات حسية نعم كثيرة،
لكن بخلاف ما طلبوا. لماذا؟ لأنه لو لبيت رغباتهم إما أن يؤمنوا الآن أو ينزل عليهم العذاب الآن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد ذلك، لا يريد أن تستأصل أمته، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين سيهلكهم الله هلاك استئصال في الدنيا أو سيعذبهم في الآخرة عذابا أبديا في نار جهنم، المشكلة فيهم هم، مش في ضعف الدلائل، مش في تقصير العلماء. نعم قد يكون هذا كله وارد في بعض الحالات، لكن مش في كل الحالات. يعني ممكن نقول العلماء مقصرين في بعض الحالات لكن مش في كلها، ممكن نقول الدليل في هذه المسألة ضعيف لكن مش في كل المسائل، وهكذا. يبقى هؤلاء لا يوجد لديهم استعداد أصلا للإيمان مهما أمهلوا ومهما ذكروا، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب، حتى يروا العذاب الأليم. ولو رأوا العذاب الأليم ساعتها هيكون إيمانهم مش إيمان اختياري، وإنما إيمان زي ما قلنا المرة اللي فاتت أو اللي قبلها فيما أذكر، إيمان ليس خضوعا لله زي ما حصل مع فرعون، قلناها المرة اللي فاتت أعتقد. مش إيمان الخضوع لله سبحانه وتعالى، ولكنه إيمان إعلاء النفس، إيمان البحث عن نجاة النفس، إيمان عدم الرغبة في إهانة النفس. فهو ما زال يدور ويطوف حول كعبة نفسه، فلذلك إيمانه ليس إيمانا حقيقيا. لذلك الله سبحانه وتعالى، لأن إيمانه مش حقيقي وإظهاره للإيمان مش حقيقي، الله سبحانه وتعالى يقول: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لو شاء الله أن يردهم للدنيا بعد معاينة العذاب في الآخرة لعادوا لما نهوا عنه، لمارسوا نفس الممارسات مرة أخرى. يبقى إذن إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، يعني ثبت عليهم حكم الله سبحانه وتعالى. أين ثبت عليهم حكم الله؟ ثبت عليهم حكم الله تعالى في اللوح المحفوظ الذي كتب فيه ما يكون إلى قيام الساعة. لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. طيب إذا كان الأمر كذلك، فواجب الناس ماذا؟ فواجب الناس أن يؤمنوا بالله تعالى وأن يقبلوا على الله عز وجل قبل أن يستأصلهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب في الدنيا أو بالعذاب في الآخرة، كما حصل. هذا النموذج تقدمه السورة، كما حصل مع من؟ مع قوم يونس عليه السلام. قوم يونس جاءتهم الآية بعد الآية، في البداية كانوا معرضين، ثم بعد ذلك شاء الله سبحانه وتعالى أن يؤمنوا، فنفعها إيمانها أو فنفعهم إيمانهم. يقول الله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. الآية بتقول يعني: فهلا آمنت القرى، يعني يا ليت القرى التي أهلكت آمنت قبل أن ينزل بها العذاب، قبل معاينة العذاب، ولم تؤخر إيمانها حتى ترى العذاب بأعينها فنفعها إيمانها. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، ونفع الإيمان معناه أن يقبل الله سبحانه وتعالى منهم هذا الإيمان لأنه حصل قبل نزول العذاب، ونفع الإيمان معناه أن يكشف الله سبحانه وتعالى عنهم العذاب. طيب باستثناء قوم يونس، لكن قوم يونس بادروا إلى الإيمان قبل نزول العذاب بهم لما رأوا أمارات العذاب. يعني الكثير من القرى كانت لا تؤمن زي ما حصل مع فرعون، فلما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به من إسرائيل. ده على مستوى الفرد، وقد يحصل هذا على مستوى المجتمعات والأمم. المجتمعات والأمم لا تخضع
لله سبحانه وتعالى إلا إذا رأت العذاب. خلاص الملائكة جاية في جيوش وهيقلبوا عليها وطيها، إلا قوم يونس. وده برضو قد يحصل على مستوى الأفراد وقد يحصل على مستوى المجتمعات. على مستوى الأفراد الواحد فينا ربنا بيرسل له رسل، لما يقصر ربنا يبعث له مرض، يبعث له ضيق في الرزق، يبوظ له حياته مع أهله مع جيرانه مع كذا، حتى يقبل على الله سبحانه وتعالى. فكل دي أمارات وعلامات وإشارات قبل أن يستمر الإنسان في هذه الغفلة فيموت غافلا. فالله سبحانه وتعالى يوالي عباده بالأمارات والعلامات والإشارات والبلاءات التي تأخذ العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى. فده ممكن يحصل على مستوى الأفراد وبيحصل معنا كلنا، وقد يحصل على مستوى المجتمعات. الناس اللي عندها وعي، الناس الصحية المركزة، تبقى عارفة المجتمع ده رايح فين بعد شوية. الناس لأن غالبها في غفلة لا ترى ما سيقدم عليه المجتمع بعد قليل، لكن أهل العلم يعلمون إنه هذا المجتمع سينهار بعد قليل، هذا المجتمع سيحصل فيه البلاءات بعد قليل إلى آخره. الآية كأنها بتقول لنا إيه؟ بتقول لنا كونوا من أهل الوعي، كونوا من أهل الإشارات، التقطوا الإشارات إذا وجدتم بوادر أخذ وبوادر بلاء، فعليكم سريعا أن تقبلوا إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يتمكن منكم بلاء، كما فعل قوم يونس الذين نفعهم إيمانهم حين رأوا أمارات قدوم العذاب، فقبل الله سبحانه وتعالى منهم هذا الإيمان وكشف عنهم العذاب في الدنيا ومتعهم في الدنيا إلى وقت ثم ذهبوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي، خزي الذل والهوان، عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ومتعناهم إلى حين. وكل عذاب وكل بلاء ينزله الله سبحانه وتعالى الإنسان إذا ما كانش الإنسان يحتسب فيه الأجر عند الله فهو ذل وهوان في الدنيا وفي الآخرة. عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين إلى وقت انقضاء أجالهم. يعني عايز يقول لك إنه أيامهم في الدنيا عدت على خير الحمد لله، وإذا أيامهم في الدنيا عدت على خير فيرجى لهم أن تكون آخرتهم على خير، لأنه الآخرة هي مرآة للدنيا. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، يعني لو ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يؤمن كل الناس إيمان الإكراه الذي يذعن فيه الناس جميعا بغير اختيار، لو شاء الله أن يفعل ذلك لفعل، لكنه سبحانه وتعالى أراد شيئا آخر. الخطة مختلفة، الخطة الإلهية هي أن يخلق بشرا ويعطيهم نوع اختيار بحيث يختار كل إنسان مصيره بنفسه. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لكنه سبحانه وتعالى لا يريد أن يسلب من الناس حرياتهم، لا يريد أن يجعل الناس مجبورين، لا يريد أن يكره الناس، لا يريد أن يجعل الناس يصدقون بالأنبياء غصبا، ولكنه سبحانه وتعالى ترك الناس لاختيارهم. فمن يختار سبيل الهداية يكون من المهتدين، ومن يختار سبيل الضلال يكون من الضالين. وإذا كان هذا هو شأن الله سبحانه وتعالى فينبغي أن يكون شأننا نحن عبيد الله سبحانه وتعالى تابعا لشأن الله، فنرضى بهذه القسمة. يعني أنت أيها المؤمن لا تطمع أن تكون أو أن يكون البشر الأرض 100% مؤمنين، هذا لن يكون، هذا لن يحدث، بل النصوص والأخبار تدل على عكس ذلك تماما، تدل على أن المؤمنين دائما قلة، دائما قلة. في الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقال لآدم عليه السلام يوم القيامة قم فابعث بعث النار،
قم فابعث بعث النار. فيقول آدم وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999. الصحابة طبعا لما سمعوا هذا الحديث اتخضوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم طمأنهم وحدثهم عن يأجوج ومأجوج وأنهم أمم كثيرة، فما أنتم فيهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ما أنتم فيهم الأمة المحمدية في الكافرين بالإضافة إلى أمم يأجوج ومأجوج إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود. فإذا النصوص الكثيرة بتدل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فالنصوص بتدل على أن المؤمنين قلة، المؤمنين دائما قلة، وبالتالي المؤمن لا يطمع أن يدخل الناس جميعا في دين الله على المستوى الإيه؟ على المستوى الوجداني الشعوري القلبي الإيماني، لكن على مستوى الحركة والعمل عليه أن يعمل على إدخال الناس جميعا في دين الله. يعني أنا يبقى عندي، لو أنا بملك مؤسسة زي الأزهر مثلا أو عندي إمكانيات أو كذا وأنا مسلم وأتاح الله سبحانه وتعالى ذلك، يبقى لازم عندي خطة ليصل الإسلام لكل إنسان على ظهر الأرض، ثم بعد ذلك الناس تختار ما تشاء وأقنعهم بكل الوسائل المتاحة، ثم الناس يختارون ما يشاءون. فأنا ما جعلش الحكم القدري حاكما على الحكم الشرعي، الحكم الشرعي هو الدعوة إلى الله، فأنا في الدعوة إلى الله هتصرف وفق المراد الشرعي، ثم بعد المراد الشرعي النتائج ستكون دائما موافقة لمراد الله القدري. أنا مكلف بالعمل بالحكم الشرعي لا بالحكم القدري. طب إيه فايدة إن ربنا عرفني الحكم القدري؟ مش ده إحباط؟ إن ربنا بيقول لي مهما بذلت لن يؤمن كل الناس، لا مش إحباط ولا حاجة، ولكن مطمئنة، يطمئنك أنك مثاب على ما تفعل أيا كانت النتائج. فأنت سواء آمن كل الناس لم يؤمن كل الناس، أنت مثاب على عملك مش على النتيجة، مثاب بنيتك بغض النظر عن النتيجة. إذن ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس. يبقى إذا ارتفع عن القلب تمني، أو إن الواحد يبقى عايش في وهم إنه لابد أن يؤمن كل الناس، فيرتفع بالضرورة أيضا إرادة الإكراه، إنك لازم الناس كلها تدخل في الإيمان بالإكراه، لا إكراه في الدين. ولا يجوز لنبي ولا يجوز لداعية ولا يجوز لمسلم أن يكره أحدا على الإسلام. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أنت يا رسول الله أو يا كل داعي الله سبحانه وتعالى لا يجوز لك أن تكره الناس ليكونوا مؤمنين، فالله مع قدرته التامة على خلقه لم يفعل ذلك. قال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. الناس، الله سبحانه وتعالى في هذه الآية كأنه يريد أن يقول إنه لا يريد إجبار الناس على الإيمان، فلا إجبار في الإيمان، ولكن هناك اختيار، وبعض الناس يختار طريق الإيمان وبعض الناس يختار طريق الكفر، لكن هناك أمور أنت مجبر عليها ومنها ساعة موتك، فإذا جاء الأجل لا يستأخر عن هذا الأجل سواء من اختار الإيمان أو من اختار الكفران. فإذا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس، يبقى لا إكراه، الله لا يريد الإكراه، لكن هناك إكراه في الموت. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ما كان لنفس أن تختار الإيمان إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن الذي آمن بالله سبحانه وتعالى لم يفعل ذلك بنفسه، وإنما بتوفيق بتحبيب الله سبحانه وتعالى الإيمان إلى قلبه، بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين
على الذين لا يعقلون. الرجس اللي هي النجاسة المعنوية، فالكفر نجاسة معنوية، إنما المشركون نجس. نجاسة ماذا؟ نجاسة الباطن، حيث يحتوي هذا الباطن على الكفر بالله، على عدم الرضا عن الله سبحانه وتعالى، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، يعني رغم أن الله أعطاهم الإرادة الحرة التي بها يختارون الإيمان، لكنهم عطلوا العقل الذي هو أداة الاختيار الصحيح، فلذلك وصفهم الله بعدم العقل، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ثم دلنا القرآن على الطريق الذي به نهتدي إلى الإيمان، الطريق الذي به يسهل علينا الإيمان، فقال: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يبقى يا أيها المشركون، يا كل من يتردد في الإيمان، عليك أن تنظر بقلبك نظر اعتبار وتفكر وتدبر في السماوات وما حوت، وفي الأرض وما فيها من آيات كونية تدل على وحدانية الله وعلى عظمة الله وعلى قدرة الله. فإذا نظرتم دلكم ذلك على أن لهذا الكون خالقا، وأن هذا الخلق لا بد أنه يريد منكم شيئا ما. لذلك عليك أن تستمع إلى رسل الله سبحانه وتعالى، لعلهم يهدونكم إلى ما فيه صلاحكم. ولينظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. الآيات والنذر مهما كثرت فإنها لا تغني، فإنها لا تنفع من اختار وأغلق عقله عن أن يستمع إلى طريق الحق، أو أن يهتدي إلى الحق. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل هؤلاء الذين اختاروا طريق الكفر عنادا، هل ينتظرون إلا أن يعاينوا العذاب كما عاينه من كان قبلهم؟ هل هؤلاء ينتظرون أن يحصل معهم كما حصل مع قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب، الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى جميعا بعذاب الاستئصال في الدنيا، وينتظرهم في الآخرة بعد ذلك عذاب آخر؟ فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. انتظروا ماذا؟ انتظروا ما تريدون، انتظروا التخلص مني، انتظروا عذاب الله إذا أراد الله، وأنا أيضا انتظر أن ينصرني الله سبحانه وتعالى، انتظر أن يخذلكم الله، وانتظر أن يؤيدني الله سبحانه وتعالى. إن لم يأتي تأييد الله لي في الدنيا فإنه سيأتي في الآخرة لا محال. قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. لاحظوا هنا إنه الخطاب القرآني مفهوش حسن لمسألة وجوب النصر في الدنيا، على عكس ما يتصور الكثير من المسلمين. المسلمين كتير قوي بيتصوروا، كتير قوي من الشباب بيتصوروا إنه إذا أخذ بأسباب النصر، إنه إذا دعا إلى الله، إنه إذا بذل مجهود مع المجتمع، فلا بد إن ربنا هينصره، لا بد إن هو هيلاقي النتائج. هذا الكلام غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضمن أو لم يعد بنصر في الدنيا بصورة أكيدة، وإنما قد ينصر الله عباده المؤمنين في الدنيا، وقد ينصر عباده غير المؤمنين في الدنيا أيضا. المسلم مفهوم النصر عنده كمان مختلف، فالنصر عند المسلم هو تحصيل الحسنات، والمسلم يحصل الحسنات سواء انتصر فيما يسميه الناس نصرا أو انهزم فيما يسميه الناس هزيمة، لأنه في الحالتين ما بين الشكر وما بين الصبر، فهو في الحالتين منتصر بهذا المعنى. قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. بعد الانتظار ما الذي سيحصل؟ سيكون نجاة. هذه النجاة كما قلنا لا تشترط أن تكون في الدنيا، لأن بعض رسل الله قتل في الدنيا، المؤمنين عذبوا في الدنيا، النجاة الحقيقية في الآخرة. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. كتب الله على نفسه أن ينجي المؤمنين، وكتب على نفسه أيضا أن يعذب الكافرين. ثم تختم السورة بهذا النداء للناس جميعا،
وكل من يشك في دين الله، وكل من يشك في رسل الله، وكل من يشك في حقية ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكل داعي إلى الله سبحانه وتعالى ينادي الناس جميعا ويقول لهم: إن كنتم في شك مما جئت به، مما جئتكم به من القرآن، أو كنتم تشكون فيما أتيتكم أنا به، فهل تشكون أيضا فيما أتيتكم به ويتفق مع ما جاء به إبراهيم عليه السلام؟ إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. ديني الذي جئت به، ديني الذي يتوافق تماما مع ما جاء به إبراهيم عليه السلام، فكيف تشكون فيما يتفق مع ما جئتكم به، ما جئتكم به مع ما جاء به إبراهيم الذي تقرون جميعا أنه رسول من رسل الله تعالى؟ قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، لأنني على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. أمرني الله سبحانه وتعالى وأمر كل مؤمن أن يوجه وجهه وأن يوجه قلبه إلى الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وألا يتعلق قلب المؤمن في مسألة الاعتقاد النفع أو اعتقاد الضرر إلا بالله سبحانه وتعالى. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الضالين، من أهل الحيرة الذين يستحقون العذاب الأبدي يوم القيامة، فإنك إذا من الظالمين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، الظالمين لأنفسهم لأنهم اختاروا طريق الضلال. واعلم يا كل مسلم، واعلم يا رسول الله، واعلم يا كل مؤمن، واعلم يا كل من يقرأ هذا الكتاب، أن الله سبحانه وتعالى إن أراد أن يؤلمك آلمك، وإن أراد أن يضرك ضرك، وإن أراد أن ينعمك نعمك، وإن أراد أن ينفعك نفعك، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فإذا الله سبحانه وتعالى هو النافع الضار الذي ينبغي أن يلجأ إليه العباد جميعا. فإذا أراد أن ينفع عباده بنافعة فعل، لا أحد يؤخر، لا أحد يعطل، لا أحد يعدل على مراد الله سبحانه وتعالى. ثم فعل الله سبحانه وتعالى مغلف بالرحمة بعباده، حتى وإن كان هناك بلاء ينزل على العباد، فهذا البلاء النازل على العباد مغلف بغلاف الرحمة الإلهية، وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. يا أيها الناس، ما تضمنته هذه السورة هو الحق الذي جاءكم من الله سبحانه وتعالى، الذي عليكم أن تتمسكوا به وأن تعملوا به. فمن استمع إلى هذا الحق وتبعه فهو الذي أراد الله له الهداية، وهذه الهداية لن تعود على الله سبحانه وتعالى بالنفع، وإنما ستعود على من اختار طريق الهداية. ومن ضل، ومن اختار الطريق الآخر، طريق تكذيب المرسلين، طريق التكذيب بالآخرة، طريق عدم الالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى، فقد ضل، وضلاله أيضا على نفسه، لن يضر الله سبحانه وتعالى شيئا، وما أنا عليكم بوكيل. النبي صلى الله عليه وسلم بصفته الداعي الأول يقول لهم: وما أنا عليكم بوكيل، يعني لست مجبرا لكم، لست مجبرا لكم أن تستجيبوا لما أدعوكم إليه، ولن يستطيع أحد أيضا بعدي أن يجبركم على الإيمان. ما وظيفتنا إلا أن نبشر وأن ننذر فقط، التبشير والإنذار، يا جماعة في هناك طريق الخير نهيت كذا، هناك طريق الشر نهيت كذا، ثم يختار كل إنسان ما أراد. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. الأمر هنا لرسول الله ولسائر المؤمنين، لأنه بعد ما المؤمنين هيبلغوا دين الله
للناس جميعا على هذا النحو، بعض الناس هيختار طريق الكفر، فما عليك إلا أن تكون ثابتا، لا تتأثر بكفرهم، واتبع ما يوحى إليك، واصبر على أذى من يخالفك من قومك أو ممن يريد إيذاءك، إنك إذا تبعت الحق لابد إنك تجد إيذاء، لابد إنك تجد من يعارضك في هذا الحق. فإذا اتباع الحق ثم بعد الحق ثبات على هذا الحق وصبر على هذا الحق حتى يأذن الله سبحانه وتعالى فيحكم بين عباده يوم القيامة فيعاقب الظالمين ويثيب المؤمنين حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، فحكمه سبحانه وتعالى عدل لا ظلم فيه، والحمد لله رب العالمين. وبهذا نختم سورة يونس ونبدأ المرة القادمة إن شاء الله في سورة هود، والحمد لله. أي سؤال؟ لا يا فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، أنا بس مش فاهم، إحنا قلنا إن الآية دي المخاطب بها عموم الناس، الآية الثانية كان ذكرت بصراحة قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من دينك، قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، ليه قلنا دي إن هي مخاطب بها عموم الناس مع إن الخطاب بالمفرد يعني؟ هو الخطاب القاعدة إن كل خطاب في القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو خطاب لأمته. يعني أنا دلوقتي لما مثلا حضرتك تبقى معانا في الحلقة أقول لك ما تجيش متأخر يا أستاذ محمد تاني، هل كل واحد منكم يحتاج إن أقول له نفس الكلام ولا خلاص أنا وأنا في الحلقة وأنا طالب في الحلقة هعرف؟ أيوة، الشيخ مثلا ما بيحبش حد يجي متأخر. هو الخطاب للفرد خطاب أيضا لمن؟ خطاب للمجموع أيضا. الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن القاعدة اللي العلماء ماشيين عليها هي إن كل خطاب لرسول الله في القرآن هو خطاب لأمته، إلا إذا ثبت بدليل أن هذا الخطاب خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما نقول مثلا إيه، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. هل يتصور النبي صلى الله عليه وسلم يكون على خلاف التقوى؟ هل يتصور النبي صلى الله عليه وسلم يطيع الكافرين؟ هل يتصور النبي صلى الله عليه وسلم يطيع المنافقين؟ لا، الخطاب للأمة في الأساس. الخطاب لرسول الله معناه أثبت على التقوى، أثبت على ما أنت عليه، معناه مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بثباته على التقوى وعلى ما هو عليه، معناه أيضا إن الرسول عبد يتلقى الأوامر من الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن هناك أكثر من فائدة في توجيه الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل خطاب لرسول الله في القرآن هو خطاب لأمته، إلا إذا ثبت خطاب له ولأمته لا شك. لكن لما نقول خطاب لرسول الله وخطاب لأمته يبقى يفهم هذا الخطاب على مقدار وعلى مكانة كل واحد من الاثنين. يعني لما ربنا يقول للنبي اتق الله ولما ربنا يقول لي أنا اتق الله، هل أنا هحصل في التقوى نفس الدرجة التي أمرني بها الله سبحانه وتعالى؟ لا، اتق الله لما تقال لعموم المسلمين معناها افعلوا الفرائض واجتنبوا المحرمات. طب لما تتقال اتق الله لرسول يبقى معناها بقى ايه، الأمر بالتقوى بالنسبة له مختلف تماما، معناها لا تغفل عن الله لحظة. طيب إذن ايه، زي ما قلنا لحضراتكم القاعدة قبل ذلك إن كل فعل يفهم بحسب من ينسب إليه ذلك الفعل. أنا إذا نسبت فعل الحد نفهمه في سياق مكانة هذا الشخص، قدر هذا الشخص، مكانة هذا الشخص إلى آخره، والله أعلم. بس كان في سؤال تاني بس كان من التدبر المرة اللي فاتت في الآية 84، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فهنا الآية ذكر فيها الإيمان والإسلام في نفس الآية، فأنا مش قادر أفهمها في ظل اللي تعلمناه يعني لما يذكر الإيمان والإسلام في نفس الموضع يعني. طيب احنا قلنا القاعدة ايه، طيب خلينا نفتكرها، انه الإيمان والإسلام لفظان اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمع، مش كده؟ اذا ذكر الإيمان وحده يبقى يدخل فيه الإسلام، اذا ذكر الإسلام وحده يدخل فيه الإيمان. طيب سيدنا موسى بقى هنا ماذا يقولون؟ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله، يعني قلوبكم، هنا الخطاب لإيه؟ الإيمان هو
إيمان عمل، الإيمان عمل قلبي، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. طيب، فإذا كان القلب امتلأ بالإيمان فينبغي أن يظهر هذا على الجوارح، فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، يعني مستسلمين، مستسلمين لمراد الله سبحانه وتعالى. يبقى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله، يعني سبق منكم قبل ذلك الإيمان بالله، فعليكم أن تخضعوا لمراد الله سبحانه وتعالى فتستسلم جوارحكم لمراد الله سبحانه وتعالى أيضا. والله أعلم. وده كده مختلف عن خطاب الأعراب اللي هو قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، كان العكس بقى إن هما كانوا يعني أسلموا بالجوارح الأول وما كانوش لسه آمنوا بالقلوب، يعني صح كده؟ الأعراب نعم قالوا آمنا، ولكن المراد في آية الأعراب إنه إيمانهم هو الإيمان الإجمالي العام. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، يعني الإيمان الكامل، ولكن قولوا أسلمنا. فالإسلام هنا معناه إنه هو فقط مجرد إيمان إجمالي مع خضوع ظاهري بالجوارح دون أن يدخل الإيمان إلى أعماق قلوبهم. فكأن الآية بتقول لهم يعني عمقوا الإيمان، زيدوا في الإيمان، ازدادوا في اليقين، لأن إيمانكم ما زال إيمانا سطحيا قشريا. هنا الآية بتقول إيه؟ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله إيمانا حقيقيا، فهذا الإيمان الحقيقي يستدعي أن يخضع القلب لله وأن يرتكن إلى الله وأن يتوكل على الله، فعليه توكلوا. فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، إن كان سبق منكم الإسلام أو الاستسلام لله سبحانه وتعالى. أو إن كنتم مسلمين، يعني إن كنتم يعني حصلتم الحد الأدنى من معرفة الله ومن الإيمان بالله وهو الإسلام أو الخضوع الظاهري. فكأنه بيقول لهم اجعلوا إيمانكم يدركم إلى مزيد من الخضوع والاستسلام لله سبحانه وتعالى. والله أعلم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.